السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نشوفوا فيه أن المغرب يعطي انطلاقة أشغال بناء ثالث سد عملاق بالبلاد. كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة عبر وزارة التجهيز والماء أعطت انطلاقة أشغال بناء ثالث سد مائي عملاق بالمغرب بغفصاي بإقليم تونات. وأوضح المصدر أن سد الرتبة يعد أكبر مشروع تعرفه المنطقة، وستغمر حقينته أزيد من 2600 هكتار من الأراضي الفلاحية بجماعة الرتبة وسيدي الحاج محمد والودكة وسيدي يحيى بن زروال، حيث سيحدث تحولا عميقا بالمنطقة. ويعد سد الرتبة الذي سيكلف إنجازه 3 مليارات درهم ثاني أكبر سد بإقليم تونات بعد سد الوحدة، حيث تبلغ سعة حقينته مليارا وتسعة ملايين متر مكعب، بينما تمتد بحيرته على مساحة تناهز 2678 هكتارا بواردات مائية سنوية تناهز 351 مليون متر مكعب. ويبلغ طول منشأة سد الرتبة التي ستنجز على ارتفاع يناهز 1000 متر عن سطح البحر 1340 مترا عن القمة وعلوها 98.4 أمتارا، فيما يناهز حجم هذه المنشأة التي ستنجز من الردوم بقناع من الخرسانة 22 مليون متر مكعب. شكرا على التتبع ديالكم والسلام عليكم.